الحقيقة مصر من 9 سنين قررت إن هي تفتح صفحة جديدة، صفحة بيضاء اتكتب فيها بالبنط العريض ملحمة البناء والتعمير، التجديد والتطوير، ملحمة حقيقية في إقامة وإنشاء مدن جديدة. المدن دي مناسبة للتوسعات العمرانية علشان تقدر اللي هي تستوعب الكثافة السكانية المتزايدة، عشان نقدر اللي احنا نخرج من مساحة الرقعة الضيقة اللي احنا كنا عايشين فيها. بنتكلم كل الرقعة بتاعتنا كانت تقريبا 6% من إجمالي المساحة. صحيح، يمكن كمان كان حسب التقارير دولية يا أحمد في إن القاهرة هي من أكثر العواصم تكدساً وازدحاماً في العالم. ويمكن إحنا وإحنا بنتكلم كده وبنتابع التعليقات وبنتفرج، سمعنا تعليقات من نوع إن دي رفاهية، أو ما كانتش المفروض إن دي تحصل الأول، أو كان في حاجات تانية المفروض تحصل. لكن زي ما سبق وقال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن بناء المدن الجديدة اللي نفذتها الدولة المصرية ما كانتش رفاهية، لكنها كانت ضرورة قصوى في ضوء الزيادة السكانية والحاجة الملحة لامتدادات عمرانية متكاملة، عشان نقدر نحتوي هذه الزيادة ونقدر كمان احنا نعالج أثرها السلبية. ولو واحنا بنعدي كده على التعليقات دي، الحقيقة لازم نفتكر كده شكل العشوائيات، الأماكن اللي كنا بنشوفها مفيش أماكن في المدارس، الزحمة اللي في الطرق اللي كنا فعلا بنعمل حسابنا عشان نروح مشوار لازم نعمل حسابنا قبلها بساعتين ثلاثة. صحيح، ويعني كلنا عدينا بده يا احمد، واعتقد ان كلنا حاسين دلوقتي بالفرق، بالطفره اللي حصلت حقيقه جمانه في يعني مجال الطرق وفي مجال الانشاء تحديدا والتعمير. يمكن انت حطيتي ايدك على حته مهمه جدا، وانا بشوف ان ده الوتر الحساس الحقيقي. وكان يعني لو هنتكلم على تطوير حصل بس في هذا الملف، اعتقد هنقول شابو ونقوم يعني ونرفع القبعه يعني متخذ القرار في هذا الامر تحديدا، وهو ملف العشوائيات. صحيح، لان طبعا كان عندنا، بس احنا يمكن قفتنا يا جمانه، القفه المصريه او قفه المجتمعات بشكل عام هي النسيان. صحيح، كنا بننسى شكل تل العقارب كان عامل ازاي، الرقعه دي من الارض اللي ما كانش حد بيعرف يدخل ويخرج منها، واصبحت في وقت من الاوقات كانت وكر وبؤرة من البؤر الإجرامية بسبب وجود استوطان لأمراض لغيرها من يعني الأمراض الكتيرة اللي تقدر تستوطن في هذه العشوائيات تحديدا. شفنا غيط العنب، شفنا بشاير الخير اللي بقى بشاير الخير واحد واثنين، شفنا الرويسات، شفنا يعني ما فيش مكان عشوائيات في مصر وربوع مصر إلا وتم النهوض بيه تحديدا عشان حياة المواطن. صحيح، وتسع سنوات على فكرة، 9 سنوات في عمر الأوطان لا يمثل أي شيء، يعني ده وقت قليل جدا. لما نقول بعد 9 سنوات إحنا مصر خلاص قضت على المناطق غير الأمنة وبصدد خلاص الانتهاء من المناطق العشوائية، بقى هنا لازم نتوقف عند هذه النقطة تحديدا، لأنه الموضوع مش متوقف فقط على أنه عمارات أو مشاريع سكنية أبدا. الناس اللي جوه المناطق دي كان حقيقي ناقصهم حاجات كتير جدا، ثقافتهم كانت مختلفة. صحيح يا أحمد، حتى الحقوق اللي كانت بتوصلهم، فكرة التعليم لأطفالهم، فكرة أن هم يبقوا حاسين أنه لازم يكون في إنتاجية بشكل معين وفي حقوق وواجبات بشكل معين، بكل تأكيد ما كانتش موجودة. صحيح، بنيت الحجر وبنيت البشر أيضا، لأن ما كانش فكرة قرار اللي انت تبني وتطوري في مدن عمرانية جديدة وتدخلي عالم المدن الجيل الرابع تحديدا، لا انت في نفس الوقت أعلنتي عام بناء الإنسان، وما كانش مجرد عام ولا شعارات براقة. شفنا الاهتمام بالتعليم والتعليم الفني والتعليم التكنولوجي، شفنا أيضا الاهتمام بالصحة والمنظومة الصحية والتأمين الصحي الشامل، وفكرة رفع كفاءة عدد من المستشفيات ومئات من المبادرات. صحيح، الرئاسية في ملف الصحة اللي بدأت وانطلقت ب 100 مليون صحة. لكن نرجع للأهم، فكرة بناء المدن العمرانية الجديدة. ويمكن سيادة الرئيس يا جمانة في منتدى أو مؤتمر الوطني للشباب، المؤتمر 9 اللي كان في برج العرب، قال إحنا لا نملك إلا الفكرة، ومن هنا جت فكرة بناء العاصمة الإدارية الجديدة. هذه الفكرة اللي قدرت اللي انت تحولي رملة، هو معلش العاصمة الإدارية الجديدة دي في وقت من الأوقات كانت عبارة عن ايه؟ واحنا رايحين العين السخنة كنا رايحين جايين من عليها، على يمينك وعلى شمالك تراب رملة. قدرت اللي انت بالفكرة تحولي هذه أو هذا التراب تحديدا لسعر يقدر بعشرات الجنيهات وعشرات الملايين من الجنيهات. خلينا نبص كمان لما هو أبعد من ذلك، فكرة توفير فرص عمل. صحيح، إحنا زمان لو نفتكر كده مع بعض وإحنا بنعدي على ميادين، يعني أنا واحدة من الناس مثلا، المنطقة اللي كنت ساكنة فيها كان في
عدة ميادين لما كنت بعدي عليها كنت بلاقي العمال اللي قاعدين بالأجنة والعدة بتاعتهم كده زي ما بيتقال، قاعدين مستنيين يعني شغل يطلعوا فيه. دلوقتي كام حد فينا بيشوف هذا المشهد؟ كام حد فينا بيشوف العمال دول قاعدين في نفس الأماكن؟ كام حد فينا يعرف عمال من قرى وفي محافظات بيبقوا قاعدين فعلا مش عارفين، او بيضطروا يجوا القاهره اللي بالتالي بيبقى فيه زياده سكانيه وبيبقى فيه ضغط اكبر عليها عشان فرصه عمل. الناس دي بتشتغل في محافظاتها لانه في مشروعات في كل المحافظات. اللي موجودين هنا الناس دي لقت فرصه عمل ولقت شغل في هذه المشروعات العملاقه. واحنا بنتكلم في كل ده خلينا نقول انه حتى في يمكن تخطيط وترفيق ابعد من فكره محافظه القاهره، وابتدينا نروح لامتدادات أبعد من محافظة القاهرة، فبقى بالتالي في تخطيط وترفيق لمناطق أخرى، وعملنا خلينا نقول رقعة عمرانية أوسع بكتير غير اللي احنا كنا متعودين عليها، وده يرجع ظهير صحراوي لكل محافظة. صحيح. من المحافظات اللي موجودة. وبرضه يا جمانة أحييكي لأن أنت دايما يعني بتلفتي نظري كده الحاجة، مش بس فكرة كمان أنت بصيتي لها بمنظور يمكن ضيق شوية، فكرة محلية، فكرة إن كان في عمالة غير منتظمة دايما بنشوفهم فعلا قاعدين في الشارع أو عمال اليومية، لكن تعالي بقى نبص لدايرة أوسع. هو الوقت اللي انت قررتي فيه ملحمة البناء والتعمير وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مش ده كان الوقت اللي كان فيه دول الجوار كلها ملتهبة بتصيبها نوع من أنواع التوتر وعدم الاستقرار، وكانت العمالة بتاعتك هناك مهددة، فقررت اللي انت تفتحي دراعاتك وتقولي تعالوا احنا عندنا شغل وهنوفر لكم الاف من فرص العمل. وبالفعل استوعبت العماله بتاعتك الغير منتظمه اللي بره. لو بنفتكر زمان انا واحد من الناس رحت جبت مجموعه من المصريين يعني في اثناء يعني وصولهم للاراضي المصريه من مطروح، انا رحت وشفت ده بعيني وشفت رؤى العين ازاي كانوا بيتذلوا وازاي كانوا بيتعرضوا ل يعني عدم امان في بلاد صديقة طبعاً. بسبب الظروف اللي موجودة. وكانت مصر دايما، وده هنا برضو نوجه الشكر للمخابرات العامة المصرية بالتعاون مع الأجهزة الصديقة برة، قدرت اللي هي تجيب ولادنا اللي تم اختطافهم مرة واثنين وثلاثة أو تم تعرضهم ل يعني نقول إيه مؤامرات خارجية بسبب الضغط عليكي هنا سياسيا. لا صحيح. هنجيب صحيح. ولادنا وهنشتغل وهنفتح لهم أبواب رزق كتيرة، وهي دي اللي طلعت من المدن العمرانية الجديدة. طبعا يعني زي ما احنا بنقول هي كلها، واحنا بنتكلم على قطاع بعينه، احنا مش كل القطاعات متصلة ببعض، مفيش قطاع منفصل عن الآخر. واحنا بنتكلم عن البناء والتطوير والتعمير لازم نتكلم عن الطرق والكباري، لازم نتكلم عن الصحة، لازم نتكلم عن التعليم، لازم نتكلم عن الترفيق والخدمات. صحيح. اللي بتصل لهذه المناطق، لازم نتكلم عن فرص العمل اللي تقدر تستوعب كمان المواطنين اللي هيقدروا ينتقلوا لهذه الأماكن، حتى المواصلات وغيرها. يعني هي دايرة متصلة. وهنرجع لشكل القاهرة والتكدس في الأصل هو الزيادة السكانية غير المخططة، اللي يمكن مصر من أعتقد من أكثر من أبعد من ثمانينيات القرن الماضي بنحاول إن احنا ننادي أرجوكم يا جماعة ناخد بالنا من هذه القضية تحديدا، لأنها قضية حقيقية مهمة جدا، وهي متسببة الحقيقة في يمكن بعض المشاكل اللي احنا فيها. صحيح. النهاردة على أي حال زي ما احنا بنتكلم معاكم النهاردة هنحكي حكاية العمران الجديد اللي أصبحت عليه مصر. هنتكلم عن أرقامه، إحصائياته، قصة أو قصة التحدي اللي وصلتنا لبر الأمام. بتصبح على حضراتكم مرة تانية، صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر.